بالعلم والمعرفة تبنى الأوطان، شعار كرس أصحاب عقول الجهل والظلام في سوريا ومن يدعمهم في الخارج جميع إمكانياتهم وأدواتهم الآثمة لمحاربته ونسفه من جذوره. وعلى هذا الأساس عملوا على صب جام حقدهم على أطفال المدارس أجيال المستقبل، حيث استهدفوا عشرات المدارس بقذائف حقدهم، موقعين عشرات الشهداء بين الأطفال والمعلمين، وآخرها جريمتهم النكراء بحق مدرسة البطيحة الأولى في مخيم الوافدين بريف دمشق. كنا قاعدين بالصف، صار دخنة وحسينا نطلع برات الصف ما عم نقدر. كنا قاعدين بالصف عم ناخد درس، قمنا سمعنا صوت ضرب، نزلنا لتحت نشوف، لقينا فيه دخنة ولقينا فيه إصابات كتيرة. والله الإرهابيين هدول الله من فوق ما بيطيقون، الله ياخذهم بجاه محمد اليوم قبل بكرة، عم ندعي ليل نهار. والله حرام، والله شايفيتهم مو مصدق أنا، هيك يعملوا والله حرام عليهم. هدول المرتزقة هدول اللي عم يجوا على هالبلد من برا البلد، الله لا يوفقهم إن شاء الله يا رب. دور العلم لم تسلم أيضا من إجرام مرتزقة القاعدة الذين حولوا بعض المدارس إلى مراكز لإجرامهم وإرهابهم ضد الشعب السوري، كما عمدوا إلى إحراق أكثر من 2000 مدرسة سورية، ناهيك عن استغلال عشرات التلاميذ الأطفال في المناطق التي يأسرونها في تنفيذ عملياتهم الإجرامية وتحميلهم السلاح بشكل يخالف المواثيق والشرائع الدولية. قتل الأطفال وتدمير المدارس في سوريا على أيدي إرهابيي القاعدة لم يكن لولا الدعم الغربي والخليجي اللامحدود لهم، والوثائق والتقارير الصحفية الغربية والعالمية خير دليل على ذلك، وآخرها ما كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي أكدت أن قطر زودت المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا بأربعين صاروخا مضادا للطائرات، هذا عدا عن القرار الغربي الأخير الذي كشفت عنه صحيفة الدليل تيليغراف البريطانية بفك حظر السلاح عن سوريا ليتمكنوا من مد أدواتهم الإجرامية داخل الأراضي السورية بالسلاح ابتداء من شهر آذار المقبل، إضافة إلى تأكيد المسؤولين الأوروبيين نيتهم دعم الإرهابيين بالمزيد من السلاح والتقنيات لتسهيل تنفيذ عملياتهم الإرهابية.